يوهان طفل يبلغ من العمر 9 سنوات ويعيش مع والديه وشقيقيه الأصغر منه، ويعاني يوهان من شلل دماغي مما يؤثر على حركته واتزانه. وقبل تفشي كوفيد-19 كان أحد العاملين الاجتماعيين يقدم له رعاية إضافية، فكان يساعده في الوصول إلى المدرسة والمشاركة في الدروس. أما الآن فقد أصبحت الأمور أصعب، إذ تقدم مدرسته الدروس عبر الإنترنت، لكنه يجد صعوبة في استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح في كمبيوتر العائلة، ولذا يواجه مشكلة في المشاركة في الدروس، وأصبح يفتقد العامل الذي كان يقدم له الدعم، وأصبح يشعر أنه لم يعد لديه أي شخص في حياته يمكن أن يتحدث إليه. فوالدة يوهان لا تقضي الكثير من الوقت معه، فهي مشغولة بالعمل من المنزل وإدارة الأسرة ورعاية أخويه الصغيرين، وغالباً ما تنزل معه السلم إلى الحديقة العامة تاركة يوهان وحده، فلا يمكنها مساعدته في نزول السلم في نفس الوقت الذي تحاول فيه رعاية أخويه الصغيرين. ونتيجة لذلك يبقى يوهان وحده مع والده الذي يعاني من ضغوط شديدة. وبسبب قيود كوفيد-19 تم إغلاق الشركة التي يعمل فيها والده لعدة أشهر، وتأثر دخل الأسرة بسبب ذلك، ولذا صار والد يوهان كثير الغضب. وعندما يرى يوهان وحده في المنزل، غالباً ما يضربه أو يلقي بأشياء عليه،